خدتوا ايه يا حبيبي النهارده في المدرسه؟ بصي يا ماما، انا رحت الحمام وما اكلتش ومش جعان، وهما شغلوا الموسيقى وحسام عدي فريده والميس كانت واقفه وقعدت. ايوه يا حبيبي، يعني حتى حاجه يعني. نزلنا نلعب تحت، طلعت شربت ميه وبعد كده روحنا. يا لهوي هتشلني. ليه بس يا ماما؟ انا عملتلك حاجه. يا سلام على البراءه اللي هتشل ايماني. ايه كل براءه الاطفال اللي بتخر من عينك دي؟ يا ابني خدت ايه في المدرسه؟ ما انا قلتلك يا ماما. صحيح انا نسيت اقولك حاجه. ايوه يا قلبي ماما، نسيت ايه بقى؟ عايزك تفتح مخك معايا كده وعرفني خدت ايه في المدرسه. بصي يا ماما، انا اخدت مسطره محمود عشان بتلمع وفيها نجوم وفيها ميه، وانتي ما رضيتيش تجيبي لي واحده زيها فاخدتها من ورا الصراحه.